تحضر هذا اللقاء عبر الرياضية الأولى للإي آر تي بأمنيات النجاح والتفوق والامتياز للمنتخب التونسي الذي يفاجئنا فيه المدرب لومير بتغيير نصف الفريق تقريبا. إن شاء الله مفاجأة سارة. يخرج كل من راضي شعايدي، رقم 11 دو سانتوس، الجزيري مش موجود، عادل الشادي بسبب الإصابة، وإيقاف سليم عاشور لسبب الإقصاء. والتشكيلة التونسية فيها الجديد من خلال واحد علي بومنيجل، على بركة الله ثلاثة كريم حقي، 19 أنيس العياري، 2 خالد بدرة، 21 الشاب كريم السعيدي، 8 مهدي النفطي، 12 المناري و10 الغضبان كصانع العاب، 17 محمد جديدي، 9 ناجح إبراهيم، و7 عماد المهذبي. عماد المهذبي في تنفيذ المخالفة، كرة عرضية على يسار الدفاع الكونغولي والحارس تشومو. التوزيع من المهذبي والرأسية، تشومو يتصدى. فرصة أولى للمنتخب التونسي. المنتخب يقدم في عرض طيب. قيس الغضبان في يوم احتفاله بالمباراة السبعين مع النخبة الوطنية. تمشي كرة من تشومو بالرأس. أنيس العياري مرة أولى. جديد يحاول والدفاع يتدخل. ضغط تونسي في البداية. يمشي جديدي، جديدي خطأ بإنذار. رقم 18 تعالى إنذار. 18 الكونغولي. لاب كيم بيمبا. إذا أول بطاقة صفراء في المباراة. إن شاء الله سليمة بالنسبة للاعب محمد جديدي. إنذار بالفعل لكيم بيمبا. ذكر المنتخب التونسي اليوم يفقد خدمات سليم عاشور. رامية جانبية تماس. التغيير يتم. تغيير اضطراري. يخرج جديدي ويدخل دو سانتوس. ما عندوش حظ اللاعب جديدي. كل مرة ممكن ياخذ فرصته في المنتخب ويحب يثبت امكانياته ويتعرض لإصابة. هذا هو النصيب. والكرة ناقصة من المهذبي. ترجع كرة لمنتخب الكونغو. المهذبي يستعيدها. برافو عماد. ممكن من أبرز اللاعبين في هذا الشوط. عماد المهذبي. عماد المهذبي. فاول. لا ما فيش مخالفة. ما فيش مخالفة. والكونتر اتاكو خطيرة. يهرب على بدرة. حذاري. مر يا بومنيجل. ارجع لولوة في المرمى لكن بومنيجل يصلحها. بومنيجل خارج 20-30 متر من غير ثبات. لا تخرج ارجوك. وسيريح الاذهان. يمشي عماد المهذبي. كرة على القائم الثاني. ترجع من دفاع الكونغو. انيس العيار انتباه. حذاري انيس. لولوة يفك الكرة. واحد ضد ثلاثة. واحد ضد ثلاثة. ما يمرش. ما يتعداش. ما يتعداش. اذا هرب اضرب الكرة. خطيرة لولوة. ضاعت. ضاعت. ضاعت من لولوة. لا على القائم الثاني. وخطيرة جدا. خطيرة جدا. الكونغو الديمقراطية قريب من هذا الشباك. الكونغو الديمقراطية افضل ويمشي كونتر اتاك. والمباراة تشعل الان في مركب 7 نوفمبر. الحارس شومو. والتماس للمنتخب التونسي. يقعدوا ثلاثة في الوسط. والتنفيذ للكورنر والرصية في المرمى. لا ضاعت. ضاعت الكرة. ضاعت الكرة وكانت ما يعني قريبة جدا. ما اقرب كرة عماد المهذبي. على فكرة اللاعبين اللي اطاحوا بالكونغو الديمقراطية في جوان يونيو 2000 كانوا زياد الجزيري والزيتوني. سجلوا 4 اهداف من تلك السداسية التاريخية. في انذار وفي اقصاء. في لاعب تونسي ملقى على ارضيه الميدان. والحمراء. والحمراء اللوا لوا. لوا لوا يرتكب خطا العمر. ممكن يزيح به الكونغو الديمقراطيه. وحمل وينزاح على الدفاع التونسي. لوا لوا محترف لا يفعل هكذا يا لوا. المحترف لا يخطئ بهذه الطريقه والكونغو تحتاجك. اذا هذه اللقطه شوف. هذه هي المحاوله الاولى. والمناري. إذا هذه هي لقطة الإقصاء. قرار الحكم جيروم دامون لا رجع فيه. لوا لوا لاعب نيوكاسل يخرج بعد مناوشة مع جوان المناري. طبعا هذه لقطة أكيد سنعود لها بالتفصيل والتحليل في صفيرة الحكم. الفريق الكونغولي يلعب 10 لاعبين. المنتخب التونسي عنده عاملي الأرض والجمهور. عنده عامل ثالث هو الأسبقية العددية الآن. ممكن يعوض ويرجح كفته لأسبقية فنية كانت لمنتخب الكونغو في اللحظات والدقائق الأخيرة حقيقة. إذا يخرج لوا لوا. جيروم دامون يقول قراري لا رجع فيه. ومتى يا لوا كان قرار الحكم فيه تراجع؟ حتى على الأقل مسألة برستيج. الملايين تشاهد وآلاف الأنصار يتابعون. كيف سيتراجع؟ لوا لوا يخرج بالكارت الأحمر.
الثالث بطاقة حمراء في هذه المجموعة. المناري يخرج لتلقي الإسعافات، والولوى يخرج ولن يعود. أجواء كبيرة في مركب صبا نواف البرادس. لا أقول الجمهور التونسي، صراحة الجماهير العربية. خسارة لو الكاميرا تجيب لنا الجمهور في أعلام الجزائر والمغرب في هذه المدارج. بالفعل هو التحام بين الجماهير العربية الرياضية في هذه البطولة في كان تونس 2004. لوا يخرج بكارت أحمر في مباراة تتوقف بضع دقائق، وكرة ترجع في نص الميدان. لوا في لقطة زايدة، يعني تشوفوا اللقطة والحالة. لوا في نوع من انفلات الأمور بالنسبة للمنتخب الكونغولي، الأعصاب متوترة. إن شاء الله على كل الأمور ترجع لنصابها، ما إلا كرة قدم. النتيجة مهمة لكن العلاقات أفضل والصداقات أعمق. إذا ننتظر بداية المباراة واللقطة المميزة. روجي لومير يعانق لوا، يقبل في لوا ويقول له إن شاء الله مرة أخرى. لقطة ممتازة تشاهدوا فيها روجي لومير يهدي في اللاعب الكونغولي لاعب نيوكاسل. على كل إن شاء الله المباراة تستاهل نشاطها في ظروف أفضل، في ظروف أحسن. حتى لو كان الحكم أخطأ، هذا قانون الكورة بالنسبة للمنتخب الكونغولي. والآن المنتخب التونسي يعود في اخر دقائق الشوط، اكيد في وقت بدل ضائع يعني من 4 لـ5 دقائق. المناري مازال يتلقى في الاسعافات، كانت مجانيه من لوا. شهدت 11 هدف تونسي وهدف واحد للكونغو، وثلاثه فوز لتونس. ومحاوله من المناري وهدف من الكوره بتاع جوهر المناري، كاد يكون الهدف الاول. 1-0 كان بقدم المناري لاعب الترجي الرياضي التونسي. إذا محاولة أولى، هذه الكرة الخطيرة من جوهر المناري ممتازة وذكية، كادت تغالط الحارس تشومو. ممكن هذه الكرة، ممكن هذه الفرصة تحرك وتحرر اللعب في انتظار إن شاء الله وجود الأهداف. هذا الأهم الآن. العياري يلعب الكرة، كريم السعيدي، سعيدي لقيس الغضبان، قيس الغضبان، حاتم ينتظر والترابلسي يمسكها، يمشي لاعب اياكس. حاتم الترابلسي يلعب الكرة لحقي، تمشي لعماد المهذبي. عماد المهذبي في النصف، ممتازة حاتم الترابلسي، حاتم يمر ويوزع وفرصة، هدف 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 الأول. دوس سانتوس يا سيلفا، دوس سانتوس يا سيلفا، وحاتم يبقى حاتم، وترابلسي ترابلسي، برافو عليك. الهدف خرج من حاتم ترابلسي. 1-0، المنتخب يتحرك ويتكلم بأحلى لغة في كرة القدم، لغة الأهداف. براهم يضيعها مرة أولى، لكن ما هدف في الثانية، وسانتوس في ثالث لقاءاته الوطنية يسجل ثالث أهدافه مع النخبة. 3 أهداف لسانتوس، رائع. شوف فرحة الجزيري، شوف فرحة الجمهور، شوف فرحتنا في كل مكان. 1-0، 1-0 سانتوس. على فكرة انتباع ممتاز جدا على الأداء المغربي. تحاورت مع فرانشيسكو سكوليو، إن شاء الله هذا التقرير والتحقيق تشوفوه إن شاء الله في قادم مواعيدنا في الاستوديوهات. يعني يقول المغرب أبهرنا، بينما يبهرنا الغزال الأسمر. مر يا حاتم، وزع يا حاتم، والثاني. باي باي كينشاسا، باي باي فيتا كلوب كينشاسا. 2-0 ابراهيم، سامحناك في الانذار، خلصها ناجح ابراهيم. 2-0، الدور الثاني يفتح، الدور الثاني يفتح. خلاص سنمر هذه المرة، والكلمة ستكون للأرض والجمهور في الدور الأول لتونس 2004. فرحة كبيرة، إبراهيم
ابراهيم يستقبل كورة دو سانتوس، بعد كورة أروع، كورة أحلى، كورة أدق من الأروع على الدوام. حاتم ترابلسي يا رائع يا ترابلسي، لم أخطأ ولم أبالغ عندما قلت وتقابلت معك في البرجيزيانا في ضواحي روما، أنت العمود الفقري للمنتخب، إن غبت غابوا وإن حضرت حضروا. 2-0 والكورتين خرجوا من ترابلسي. رائع رائع رائع، حاتم ترابلسي يفرق، مدافع في العصر الحديث يفرق في منتخب مثل منتخب تونس. في الشوط الثاني عرف كيفاش يلعب ورق اسمه حاتم ترابلسي، وهذا حاتم رائع جدا. كونغو ديمقراطية لم تمر لأنها لم تعرف حاتم ترابلسي وإمكانياته من اليمين. أنت يا إنجليزي يا مدرب الكونغو كان على حقي. هجمة لمنتخب الكونغو ديمقراطية في الانطلاق، لعب بن زوزي لكن بدر موجود، الكونتر اتاك يمشي ناجح ابراهام، يمشي ناجح يهرب على اليمين يدخل في وسط المناطق، ممكن ناجح ابراهام يلعب كرة ممتازة خطيرة جدا، والثالث غضبان، والثالث والثالث ضاعت الكرة، ما زالت ناجح ابراهام، ما زالت ملعوبة سانتوس، سانتوس هي كرة المناري، المناري في محاولة تونسية خطيرة والراسية من الدفاع ينقذ بها رقم أربعة، رقم أربعة موبيالا. كل نقول من الناحية المعنوية المنتخب يتشجع أكثر، يتحسن أكثر. يلعبها التريزور لونتالا، كرة خطيرة في 18 يصلحها بدرة وتهرب وسانتوس، ناجح ابراهام الثالث، ناجح ناجح الله ينجحك يا ناجح، ناجح ابراهام وممتازة من ناجح، ممتازة ما نطلبوش منه أكثر، سدد كرة ممتازة لكن الحارس كان رايع، الحارس تشوما لوكاتا بابيتشومو يخرجها في الركنية. هذا هو لوكاتا، محاولة للفريق التونسي، فرصة للهدف الثالث. ناري المناري، جوها المناري، وزع كورة بالراس وكورة ممتازة لكن ما كانتش قوية. تاح الغزال الأسمر حاتم ترابلسي في صنع الفرجة، وأهم من الفرجة الفرحة، في كورتين كانت بالمليمتر للهجوم التونسي. ينطلق الغضبان، الغضبان يلعب كرة سانتوس، الثالث سيلفا، سيلفا والثالث، والثالث من سيلفا، سيلفا دو سانتوس ثلاثها. لما نقول لك سيكون هداف الكان تأكد 90% إن شاء الله أنه سيكون هداف الكان. ثلاثة أهداف، أربعة أهداف مع المنتخب التونسي في ثلاثة مباريات. النجم القادم في ملاعب افريقيا، هو باصل برازيلي لكن بعشقه وحبه وانتمائه لهذا الوطن صار تونسي 100%. سيلفا دو سانتوس يسجل ثالث الاهداف والثنائيه لسيلفا. اذا هذا هو الهدف الثالث، كوره من قيس الغضبان، فجعنا اخفنا الفريق الكونغولي، وفي الشوط الثاني كان الانهيار وكانت ثلاثيه العاده مثل 15 يوليو 2001 في كينشاسا عندما انتصرت تونس بنفس الرصيد 3-0. اذا الثالث برافو يا سيلفا، ينقذ بعد كوره من غضبان، والثالث الاهداف ليضمن النقاط الثلاث وليؤكد حسابيا صعود تونس لثاني الادوار. من حقك الفرح يا ولد، زياد الجزيري ينتظر اليوم، مساهمتك كانت كمشجع يوم الاحد، كلاعب، كمؤثر وكمهاجم هداف الفريق الكونغو. حدث لن يتكرر، حتما لن يتكرر، يجي مرة مرة في الخمسين سنة. ومبروك، مبروك للمنتخب التونسي، في انتظار مبروك لباقي المنتخبات العربية هنا في أرض تونس في كأس أمم إفريقيا. إذا المنتخب التونسي ب3-0، ثنائية من سيلفا سانتوس وهدف من ناجح إبراهام ينجح فيه المنتخب التونسي ويمر للدور الثاني. هكذا أصدقاء المشاهدين على هذه الصور نصل النهاية، في انتظار مواعيد رياضية قادمة. هذه بعثة اليار تي إلى تونس، ومعلقكم عصام الشوالي يحييكم، يقولكم إلى اللقاء.